الصندوق ده فيه ماس بستين مليون دولار. احنا نبيع 20 مليون دولار بالضبط كده. احنا في المكان اللي غرق فيه المركب. مين اللي قتل كده؟ اثبت مكانك. في عملية نصب وتهريب كبيرة ستحصل في الفندق. ايه؟ عملية نصب واحتيال هنا في الفندق؟ انت مش عارف انا مين؟ في ايه؟ حاتم فلوس البير هترجع له الدبل وفوقيها عمولتي. ولا البير ولا مليون زي. انت لو تعرف تختار كان اخترت انا من الاول. الحاجة اللي في البحر دي تمنها حياتي. دول دافعين مليون دولار. العملية كلها خطر. يعني على الأقل إذا حنضحي بأنفسنا نضحي عشان مبلغ يستاهل. بس أنا اتفقت خلاص. البير هو المشتري وآدم الوسيط وطلب منا 8 مليون دولار زيادة. بس والله برافو عليك يا شيماء، ترى اللي سويتيه مو بسهل. كيف يعني ما في ألماس؟ كلام واضح. في أحد نزل قبلنا وأخذ الماس وطلع. بتبرر ايه يا حاتم؟ انا سامعه كل حاجه بوداني. محدش هيمشي من هنا لما الماس يطلع من البحر. تطلع في الاخر مجرم. انا يمكن عملت حاجات غلط كتير قوي في حياتي بس انا عمري ما قتلت. انا على كده بقى تعرف مين اللي قتل اخويا. هذا الماس امريكي مزيف. نعم مزيف. انا اعرف مكان الالماس. ريهام في ايه جاي لي الاوضه عايزه ايه؟ الف مبروك يا عرسان. مداف من فين يا حسره؟ انسه لو سمحتي. وده بسبب التسرب. الله عمر افندي. مش انسه برضه؟ في احد قد قال لك قبل كده انت رخم؟ كتير. حاتم الطاهر رجل اعمال. I love you so much. انت مين يا حاتم؟ حاتم الله. غيرانة ها؟ غيرانة؟ يا رديمة الاحساس. انا بوريك الزمن على طول.